إن الله سيبطل ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون. بسم الله الرحمن الرحيم. السحر إن الله سيبطل. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما صنعوا كيد ساحر. إنما صنعوا كيد ساحر. إنما صنعوا كيد ساحر. كيد الساحر كيد الساحر كيد الساحر كيد الساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. إنما صنعوا كيد ساحر كيد الساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. بسم الله الرحمن الرحيم. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. بسم الله الرحمن الرحيم. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. بسم الله الرحمن الرحيم. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون. إنهم لمحضرون. إنهم لمحضرون. بسم الله الرحمن الرحيم. أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا. إن الله على كل شيء قدير. How do you feel your arm, brother? It's feeling burning? It's burning. It's burning, yeah? ما شاء الله تبارك الله. بسم الله. بويترسنا الله سبحانه وتعالى. بويترسنا الله. That's burning good, that's here. Good. Yeah. That's good sensation. Means that's good, I think. Sensation of burning means exactly al-jinni, he's leaving from that area exactly. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا معشر الجن يا معشر الجن يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. بسم الله الرحمن الرحيم. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. It's okay brother, let it shake, huh? Let it shake. You relax and you trust in Allah subhanahu wa ta'ala. بسم الله الرحمن الرحيم. وكان حقا علينا نصر المؤمنين. وكان حقا علينا نصر المؤمنين. Okay, bismillah, brother. Where do you feel now, all the movement? I'm feeling alright, bro. It feels like from in here, inside, like. Okay, bismillah. You feel the bit of energy was in your arm and it's burning in your arm. Yeah. It's gone inside the cup. Yeah. Subhanallah. You can see the difference between that cup and the difference between that cup. Difference in about the steam. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. And this is the power of the Quran al-Kareem and the Sunnah of Muhammad صلى الله عليه وسلم. Brother, do you feel a bit lighter already? Yes. Do you feel a bit lighter in your arm as well already? Yeah. Alhamdulillah. And this is the joint of Ruqya and Hijama at the same time. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. You carry on, my dear brother in Islam, and Allah give you shifa, inshallah ta'ala.